بلادي بدأنا، سعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنت بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج القضية. أيها السادة، قضية هذه الليلة هي قضية طبية مهمة جدا جدا جدا. في هذه الحلقة أيها السادة نتعرف على موضوعات مهمة، تشخيص الأسباب، العلاج دائما، واحنا اذا كنا متعودين نتكلم دوما في علاج او اقتراحات فيما يخص القضايا العامه، فما بالنا اذا كان الحديث طبي او قضيه طبيه. ماذا عن حصوات المراره؟ ماذا عن يعني علميا الفتاء؟ وبالعاميه المصريه طبعا قد لا يعرف البعض ما المقصود بالفتاء، فهذا هنوضحه ان شاء الله عبر عمر هذه الحلقه. شفط الدهون وشد البطن وعمليات السمنه، جراحات الكبد، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في هذا المساء من خلال ضيفنا الفاضل معالي الأستاذ الدكتور محمود طلعت، استشاري جراحة المرارة والكبد. الحمد لله بالسلامة دكتور. الله يسلمك. منور وسعداء بحضرتك وبهذه الطلة، ويا رب دوما مشاة الله تعالى في حلقات أخرى، ويتسع صدركم لهذه الأسئلة التي سوف يعني من خلالها نتحاول أو نحاول أن نتعرف على إجابات من خلال حضرتك للسادة المشاهدين في هذا المساء. مرة أخرى تقبل تحياتي وامتناني. أشكرك جدا. شكرا جزيلا. أهلا بكم السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك دكتور. احنا بنتكلم عن حصوات المرارة. الحصو عموما يعني من الأمراض المزعجة، أو مش عايز أقول أمراض عشان مش أنا اللي هخصص بقى أو هوصف، المبدأ متروك لحضرتك، لكن خلينا نقول أن موضوع الحصو بيكون مزعج جدا جدا نتيجة ألم الحصو يعني أيا كان مكانه. فلما كمان الموضوع بيرتبط بالمرارة، احنا في عامية المصريين كده دوما بيربطوا المرارة بكل ما لا يطاق في الأمور الدنيوية، جبت لي المرارة، المرارة اتفاعت، هشيل المرارة وهكذا. فلما يكون في حص ومرارة، الموضوع نظريا بقى في مفهومنا احنا بقى صعب قوي. في بقى مفهوم الطب، ماذا عن ذلك؟ الأسباب ايه؟ الحلول ايه؟ هو زي ما حضرتك قلت، او ما كنتش عايز تقول، عايز ان انا اقول هو مرض طبعا. الحص ووجود حص في المرارة ده مرض. والحقيقه الحصو ما بيجيش لوحده، ده بيبقى التهاب كمان في جدار المراره. ايه المراره الاول؟ المراره دي عباره عن حوصله او كيس بيبقى لازق قريب قوي من الكبد. وظيفته ايه؟ بيعمل كمخزن لتخزين العصاره المراريه اللي بتفرز من الكبد ثم الى الامعاء لتهضم الدهون. تمام. هي مخزن، الكبد بيفرز عصارة زيادة شوية فبيخزنها لغاية ما الإنسان يأكل، أول ما يأكل تروح المرارة تنقبض كده وتتعصر تفضي تهضم. طيب هي إيه اللي بيحصل لها بقى لما يبقى فيه حصوات؟ بتفقد بقى كل الوظائف دي، وظيفتها كتخزين، وظيفتها كانقباض بتفقدها. ليه؟ بيحصل التهاب في الجدار. الجدار ده عشان ينقبض ربنا خلقه فيه عضلات، عشان تقفل كده، بتبقى عضلة بتقفل تعصر، العضلة دي خلاص بتتليف فما بتعرفش تنقبض، فبيحصل زي ركود في السائل المراري جواه، فبيبدأ السائل المراري دوت بدل ما هو سائل جمع مع بعضه وتحول لحصو. فبالتالي تحولت مرارة ملتهبة ذات حصوات، أو التهاب حصوي مزمن في المرارة. كل كلمة لها معنى، التهاب ده في المرارة، حصوي يعني في حصوات، مزمن يعني بقاله فترات طويلة، شهور ويمكن سنين. فبالتالي ده طبعا مرض مزعج الحقيقة. اول حاجه بيسببها احنا يمكن قلناها في وسط التعريف، هي المراره دي مخزن لسائل بيهضم الدهون، يبقى صحيح. انا كده لما اكل دهون مش هعرف اهضمها كويس، فبيحصل مشاكل بقى مع اكل الدهون تحديدا. يبقى في واقع التعريف اول سبب الدهون. بالظبط. اول سبب زياده اكل الدهون او الافراط في اكل الدهون في الجسم. هو الحقيقه احنا في الطب عندنا في زي علامة مميزة أو أسباب معينة لظهور التهاب الحصوات في المرارة. هما مش بالضرورة يظهروا في الشخص ده أو في الست دي، عادة بتيجي في الستات أكتر، بس دول أكتر ناس عرضة. طب الستات أكتر، ده له سبب علمي ولا علشان السمنة والكلام ده؟ السمنة. الست بتبقى أكتر سمنة، الست بتبقى بتاكل بشكل غير منتظم اكتر من الراجل. يعني الست بقى قاعدة في البيت، حاجة بقت من ولادها استخسرت ترميها راحت واكلاها، حاجة بقت من الفطار بعد ما الناس مشوا راحت واكلاها، هي مش واكلة طول النهار وجات بالليل لقطت كده. ده غلط. اللي هي بيسموها الاكل العشوائي، النقنقة ديت. النقنقة بالظبط، الاكل العشوائي. الحاجة التانية بتيجي اكتر للي بتخلف كتير، اللي بتولد كتير. الحمل عموما بيؤدي لركود العصارة الصفراوية في المرارة، فحمل ورا حمل ورا حمل ورا حمل
ركود ورا ركود ورا ركود يؤدي لالتهاب المرارة. زي ما قلنا في أول حاجة الدهون أو السمنة، السمنة دهون كتيرة بتؤدي لحصوات في المرارة. السن ما بين الأربعين والخمسين، الناس طبعا بتبدأ تحمل في سن مثلا الأواخر العشرينات أو نص العشرينات التلاتينات، زي ما حملت قعدت عشرين سنة تحمل يبقى وصلت للأربعين، يبقى احنا كده وصلنا للمرحلة اللي ممكن يحصل لها التهاب المرارة. يبقى ست يعني سيدة الحمل المتأخر ده من ضمن الأسباب؟ لا المتكرر، مش المتكرر. المتكرر ما أنا بقول لحضرتك، هي بتبدأ تحمل مثلا على سبيل المثال من سن 25 سنة، اتجوزت حملت 25، حملت تاني 27، حملت تاني 30، حملت تاني 32، كده حملت خمس مرات، خلاص دي معرضة بشكل كبير قوي ان هي جيلها التهاب المرارة. مش بخوفهم الحمل طبعا، بس يعني ده هو العلم بيقول كده، ان الست الولود السمينة، حتى بيسموه بالانجليزي فيميل ست فاتي سمينة، فيرتايل ولود، فيلثي بتنقنق، فير دي يعني بشرتها تكون زي هي البشرة الفاتحة. مش البشر مقسمين الى زنوج فاتحين صفر اللي هم الصين بقى واليابان وجنوب شرق اسيا، احنا اكتر عرضة البشرة الفاتحة اللي هو احنا واوروبا اكثر عرضه لالتهاب المرارة من البشره مثلا الغامقه اللي هي الزنوج والاعراق الاخرى. الخمس صفات دول لو اتجمعوا يبقى في احتمال كبير قوي يجي لها المرارة. طيب اذا الموضوع ملوش علاقه بقى بالجوانب النفسيه وفكره انت جبت لي المراره والكلام ده، ملوش علاقه او ما فيش اصل علمي يقول الكلام ده؟ لا لا للاسف ما فيش. لا هو دي حاجه يمكن درجه في الوعي الشعبي عند الناس ان التعصب يقول المرار. يمكن يكون ده السبب زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها موجوده في العنصر النسائي اكتر. فبما ان كتير من العنصر النسائي هو اللي دوما بيشتكي، فقد بقى بيرجي الاسباب لهذه القضيه او بي 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 بيحمل الاسباب لموضوع الطرف الاخر، انت اللي جبت لي المراره وهكذا. بالظبط. وبعدين هذا التفسير المنطقي، قد يكون ان الست بقى العصبيه دي ممكن تكون تاكل كتير كده وبلخبطه، عندها اربع خمس عيال بعصبوها فراحت ايه كل العوامل بتؤدي للعصبيه، بس هي عندها اوريدي عوامل تانية بتؤدي للمرار. تمام. طيب خلينا دوما كده كنت اسمع في الطب ان الاكتشاف المبكر بيكون افضل في اي حاجه ايا كانت، يعني ده حقيقي. طيب مراحل التهاب المراره، هو انا اقدر اعرف بشكل مبكر ان انا ممكن يكون عندي مشكله في المراره عشان ما نوصلش في الاخر لحل الجراحه، ان انا عشان ما اشيلهاش خالص وبالتالي اخد علاجات، هل اقدر احس ده؟ طيب انا هقول اجابه يمكن صادمه شويه. اتفضل. هو الحل الوحيد لالتهاب المراره والحصوات هو الجراحه، ده الحل الوحيد ليها، لازم تتشيل. الحل الوحيد الجراحه؟ الحل الوحيد. علشان كل ما دون ذلك مسكنات. انا عندي مراره ملتهبه فيها حصوه ملهاش حل غير ان انا اشيلها، ممكن اخد مسكن بقى، اخد حاجه للانتفاخات، انما ده مش حل، لا بيشيل حصوات ولا بيعالج التهاب مراره، فبالتالي انا لازم اشيلها ملهاش حل تاني. طيب عشان تخف ان هي لها وظائف، حضرتك تفضلت وقلت عنها في الاول، فكره العصاره والانقباض والانبساط وهكذا الى اخره. انا لما بفتقد المراره او بشيلها، الوظائف دي بيكون فيها خلل ولا بيكون في حلول تانية بمشي عليها عشان اقدر بقى اعوض دور المراره؟ كويس قوي. في نقطتين، اولا المراره لما بتلتهب بتفقد وظيفتها اصلا، يعني هي زي عدمها. بالظبط بالظبط، وجودها زي عدم وجودها. الحاجه الثانيه ان انا الجسم الانسان عنده قدره عاليه قوي على التكيف، سبحان فلما بنفقد عضو بيبقى في حاجه تاني بتعوضه نسبيا. فبعد ما المراره بتتشال الكبد بيبدا يتكيف مع الوضع الجديد، انا عندي الشخص ده كل دهون، طب يلا افرز بسرعه، مفيش غير ده، افرز بسرعه العصاره المراريه الهاضمه، مش لازم تعدي على المراره، بتنزل على طول على القناه الهضميه تهضم الدهون، يبقى انا تكيفت على الوضع الجديد، وفي نفس الوقت انا اصلا كنت فاقد للوظيفه دي. فوجود المراره مش زي عدم، وبالعكس ده وجودها اكثر ضررا من عدم. وجود المراره عامل الم، عامل انتفاخات، عامل في بقى مضاعفات كتير قوي لحصوات المراره، يعني مضاعفات خطيره. ممكن سريعا كده حصوه تعدي من المراره للقناه المراريه تعمل صفره، ممكن المراره تبقى تحول لخراج، ممكن حصوه تخرم المراره تعمل انفجار في المراره، ممكن تخرم المراره تخش في الامعاء تعمل انسداد في الامعاء، كل دي مضاعفات خطيره جدا للمراره. بيبقى الحل الجراحه الحل الوحيد، ان احنا نشيل المراره، ده العلاج الوحيد، ان احنا نشيلها نستأصلها نخلص منها وبدري. انا تملي بقول المراره دي عامله زي الشجره، لو شلتها وهي صغيره بتبقى سهله، لو سبتها تكبر هتبقى صعبه عليا كجراح وكمريض. عمليه المراره مش ستاندرد، المراره بتاعت فلان غير المراره بتاعت فلان او علان، وبالتالي التجارب الشخصيه اللي هيقيسها على بعضها ده بيكون غلط.
بالظبط. يعني ان بعض الاشخاص بياخد تجربه التاني وبيحكي لها او سلفتها قالت لها او هو سمع من فلان جاره او كذا وعايز يطبق نفس النموذج. لا الموضوع يعني كل شخص لوحده. في عمليه مراره بتتعمل في 10 دقائق وفي عمليه بتتعمل في 3 ساعات على حسب صعوبه ودرجه الالتصاقات والتشريح والمريض نفسه. بشكل عام لا، اعملي المراره او اعمل المراره اول ما تكتشفها، طبعا تكتشف ان عندك التهاب في المراره اعملها بدري بدري عشان تبقى سهله عليك وعلى الدكتور الجراح من ناحيه الالم، من ناحيه العمليه، من ناحيه فتره نقاهه بعد العمليه. طيب في حاجات كتير عايز اتكلم فيها مع حضرتك، لكن يعني انا بحاول استغل حضرتك بقى اسمح لي عشان نقدر نتحصل على اكبر كم من الاجابات على المشكلات الرائجه بقى والشائعه زي ما بيقولوا. الفتاء يا دكتور، يعني في ناس كتير فاهمه يعني فتاء، وفي ناس كتير برضو الموضوع يعني شبيه بالمراره في حته برضو القفشات المصريه زي ما بيقولوا، حاسب لا مش عارف ايه وهكذا. بالظبط. والكلام من ده، فيمكن الهزار بالجمله دي تحديدا قد يعني تكون نوعا ما، وان كان الموضوع وقت الجانب التثقيفي الطبي بقى كتير مش زي زمان، لكن البعض ممكن يكون مش واخد باله ايه يعني ايه فتاء الاول في تشخيص الطب او في المفهوم الطبي، وايه الحلول وايه العلاجات اذا كان في علاجات. طيب يلا نقول مثال سريع عشان نوصل للناس بسهوله. اتفضل. هو جسم الانسان فيه جزء مجوف اللي هي البطن، تمام؟ الجزء المجوف ده متغطي بطبقه من الجلد ثم العضلات ثم الاعضاء الداخليه. تمام. لو حصل ان الجلد والعضلات دي بتحمي الاعضاء الداخليه، والجلد طبعا ده بيحمي الجسم كله كشكل وحاجات وليه وظائف كتير. لو حصل ان حاجه من داخل الجسم اخترقت العضله وبقت تحت الجلد، ده بقى اسمه فتاء خلاص او فتق. حاجه من داخل الجسم، من داخل الجسم اخترقت من العضله، داخل التجويف، جزء المجوف اللي هو البطن تحديدا. الفتاء بنسبه 5-98% ما بيظهرش غير في البطن، في البطن ومشتملاتها، يعني البطن والحوض اللي تحتها. طب نقول مثال سهل ممكن يظهر في اماكن تانية بس ده قليل بقى، يعني قليل قوي، نتكلم 2% يعني. خلينا اللي هو الفتق مثلا على سبيل المثال اشهر الفتوق اللي بتظهر ما بتظهرش بره، فتق الحجاب الحاجز اللي هو اسمه فتق داخلي برضو، هو في البطن من البطن للصدر، ده اسمه فتق داخلي ما بيظهرش خارجي. نقول مثال تاني عشان نوصل اكتر للناس. طبعا. مثال بلدي بقى، عارف اطار السياره الكاوتش؟ تمام. ليه جزء خارجي وليه جزء داخلي. بالظبط كده. مش الاطار التيوبلس، الاطار العادي بتاع زمان. تمام. ليه جزء خارجي ليه جزء داخلي. لو قلنا الخارجي ده عضلات البطن، الداخلي ده الاعضاء الداخليه. لو اللي بره بز لا مؤاخذه كده من جوه لبره، ده بقى اسمه فتاء. خلصت، هي دي الفتاء. ان يبقى في زي فتحه في جدار البطن خرج حاجه من جوه لبره. تمام. ده بقى اسمه فتاء. يظهر بقى في السره، فوق السره، تحت السره، في منطقه خن الورك او اللي هي المنطقه الارابيه، وبيطلع عاده امعاء. هي اكتر عضو بيبقى متحرك. طب هو في الغالب فعلا بيبقى نتيجه القفزات وكلام من ده ولا مش دوما؟ بقى دي اذا كنا في المراره قلنا ان الوعي الشعبي مش صحيح قوي، انما في الفتق لحد ما صحيح، يقول لك ما تتعصبش لحسن يجي لك يطق لك عرق. هم يقولوا كده، يطق لك عرق. ما هو العرق ده الاسم الدارج للفتق في يعني شعبي. تمام. هو العصبيه بتعمل ايه؟ الواحد لما بتعصب بيدفع، بالبلدي بيحزق. تمام. الحزق ده بيعمل فتق، فكل ما يؤدي الى حزق يعمل فتق. واحد عنده امساك بيحزق كتير، واحد عنده كحه مزمنه، مش كحتين ثلاثه لا، واحد مثلا مدخن ولا حاجه وصدره تعبان وبيكح طول النهار بقاله سنين بيكح، واحد عنده تضخم في البروستاتا مثلا ما بيعرفش يعمل بول فبيحزق، واحد وزنه كبير، واحد بيشيل تقيل طول عمره هو بيشتغل في مهنه بتخليه يشيل تقيل، فكل ده يؤدي في النهايه للحزق. انا عمال اضغط 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 على جدار البطن، اضغط ازق الاعضاء لغايه ما هب فتحت وطلعت حاجه من جوه لبره، ما طلعتش في الشارع، بقت تحت الجلد. طلعت العضله بقت تحت الجلد. الله ينور عليك. انت كده وصلتك المعلومه بالظبط. في عضله في جلد، هي اخترقت العضله بقت تحت الجلد. ده الفتق تعريفه. ده من حسب توصيفه قلنا الاسباب. الحل بقى لازم عمليه ولا ممكن يكون في حلول تانية، تمارين، علاجات؟ برضه لازم عمليه. نفتح. انا جراح وده تخصص مجراحه ودي امراض جراحيه. الحل الوحيد للفتق هو العمليه. بعمل ايه؟ برجع الحاجات اللي جوه دي، واجي جدار البطن ده في فتحه بخيطها وبحط عليه شبكه. الكلمه الشهيره اللي الناس كلها عارفاها، يقول لك هتحط لي شبكه يا دكتور مع الفتق؟ لازم تركب لي شبكه يا دكتور ضروري. لازم، ده حقيقي، لازم نركب شبكه عشان نقوي عضله البطن تاني. يعني هي عضله البطن عاده اللي بتتفتق دي بتبقى ضعيفه عاده يعني.
فاحنا بنلمها وبنحط عليها شبكه عشان ترجع قويه تاني، فتمنع خروج الاعضاء الداخليه من العضله لتحت الجلد. هل بعض انواع الفتاء بتمثل خطوره مرتبطه مثلا بقضيه لا قدر الله، مش عايز اقولها بس نتائج متقدمه او اضرار متقدمه؟ اي المرض الفتء قد يكون ليه مضاعفات، قد تكون ليه مضاعفات خطيره قوي. زي ايه اشهر مضاعفاته الخطيره واخطرها يعني في نفس الوقت؟ الفتء ده زي ما قلنا فتحه في جدار البطن. بص معايا، الاعضاء خرجت من جوه البر، الاعضاء دي امعاء عشان نبقى بنسبه 90%. جه الجدار ده قرص عليها. الامعاء دي اللي بيمشي فيها الاكل، الاكل وصل هنا حصل ايه؟ ممكن اصلا انسداد مثلا. انسداد بالظبط، هي دي اشهر مشكله اللي حضرتك قلتها، الانسداد المعوي اشهر مشاكل. الانسداد ده موضوع خطير، قد يفضي الى الى مضاعفات تهدد الحياه لحياه. وبيحتاج عمليه طارئه. اللي بيجي لي عنده فتق بقول له والله انت عندك فتق محتاج تق. بالمناسبه عايزين برضو نقول حاجه جانبيه كده، هو انت لما تروح او يعني بعد الشر عليك، المريض لو راح للدكتور وقال له انت محتاج عمليه، قدامه اربع اختيارات، هيقول له انت محتاج عمليه حالا، تمام، الفتق احد الفتق المسدود او المختنق احد الاسباب، عنده زايده ملتهبه حالا ما تروحش اطلع على المستشفى دلوقتي. طيب ممكن يقول له ايه؟ انت محتاج عمليه بس براحتنا، نعملها النهارده بكره بعد اسبوع بعد شهر. ده اللي هو الفتق الغير مختنق، فتق بيطلع ويدخل بيروح ويجي، هو بيسبب له بس مشكله في الشكل وشويه مشاكل في الهضم. بقول له براحتك انت عندك فتق مش مستعجلين عليه، جهز نفسك وشوف هتعمله امتى، جهز ظروفك الاجتماعيه وشوف هتعمله امتى. المراره احد برضو الامثله دي، انت عندك مراره اعملها شهر اتنين تلاته بس لازم تعملها في يوم من الايام. في مريض تاني بقول له براحتك خالص تعمل زي ما تعملش. زي ايه مثلا؟ واحد عنده كيس دهني في كتفه في ظهره في دراعه، هو كل مشكلته ان هو كل شيعة كده شكلها وحش. لا يا دكتور انا متقبل ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكلة. انا بس كنت عايز اطمن ان ده مش حاجه خطيره. لا يا فندم ده مش حاجه خطيره، مش عايز تعملها تعيش بيها طول عمرك. عايز تعملها في اي وقت تعال اعملها. في واحد رابع اهي دي بقى عكس الجراحه شويه، اقول له اوعى تعمل العمليه مع انه عنده مرض جراحي، اقول له لا ما تعملش العمليه خالص. هم عنده بقى مشكلات تانية في حياته بالظبط. الحقيقه ده بيبقى سيء الحظ. يعني ده مش حاجه تفرح. واحد مثلا عنده المراره والقلب تعبان قوي، اقول له لا العمليه خطر عليك، احنا هنعالج المراره بس ممكن يحصل مشكله في القلب. عنده المراره وعنده الكبد استسقى بطنه مليانه قد كده قدامه، العمليه تبقى فيها خطوره عليه. ادي الاربع احتمالات اللي بقولها للمريض، اعمل حالا براحتك بس لازم تعمل، براحتك تعمل او ما تعملش، ممنوع تعمل. في سؤال ذكي لازم اقول اسمه صاحبه، لان طالما سؤال ذكي لازم اقول اسمه صاحبه، استاذ محمد ابو مسلم بيسالني دلوقتي من الكنترول ويقول انا بحييك بصراحه، يعني هو لازم طالما فتح ألف ب فتح يبقى لازم يكون له علامة ولا ممكن يكون في فتح بس أنا كشخص عادي ما أخدش بالي إن في علامة؟ وأنا بضم صوتي لصوتك وبحييه لأن السؤال ده ذكي جدا الحقيقة. شكرا يا عم محمود. فعلا أول علامة من علامات الفتح في كتب الطب كده بيقول لك قد يكون الفتح غير مرئي ليس له أعراض، ممكن يبقى عنده شوية وجع كده ومش عارف إيه سببه. أنا كتير قوي يجي لي مريض ينام على السرير أحط إيده أقول له أنت عندك فتح، أقول له أنت عندك فتح، يقول لي ايه ده بجد يا دكتور ما كنتش اعرف. ممكن ما يبقاش باين فعلا، لو فات صغير قوي، لو فات في الحجاب الحاجز احد الفتوقه اللي ما بتبانش بالعين، ممكن المريض يجي بشويه حموضه ارتجاع ويكتشف اثناء عمل منظار ولا حاجه. ده حقيقي الفات مش شرط يكون ليه علامه يعني بنسبه 100%، لا في فتوقه بتبقى ملهاش علامات. دي مش عارف بقى اسطوره ولا ده وارد في الطب. سمعت انا على المستوى الشخصي من شخص ما ان هو بيقول كان عندي فتق بس مع الوقت راح لوحده، هل ده وارد في الطب؟ وارد في حاله واحده فقط. الطفل الصغير لما بيتولد بتبقى السره بتاعته غير مكتمله الالتئام، فساعات بيبقى فيها فتق سري. الفتق دوت في احتمال كبير يختفي بعد سن سنتين او في سن السنتين فما فوق. دي الحاله الوحيده اللي الفتق بيختفي فيها، انما ما دون ذلك الفتق ما بيختفيش لوحده ابدا، حتى لو حد كبير. حتى لو حد كبير خالص اتفتحت خلاص ملهاش حل، مش هتلم لوحدها ابدا. لان عمليا اخترقت العضله، عضله الجسم بالظبط. هو عارف الشخص ده اللي حضرتك سمعت عنه حصل له ايه؟ كان عنده سبب من اسباب الحزق والسبب راح. يعني مثلا كان تخين وزنه زياده كان بيشيل تقيل، السبب راح فالفتق بدل ما كان كبير قد كده بقى كده، هو افتكره راح ان هو راح بس هو ما راحش، هو صغر صغر في الحاجة.
عشان خفف الضغط اللي خفف كان على المعان. لذلك المريض اللي بيجي لي عنده فات مش عايز يعمل عملية بقول له طيب خفف الأسباب، عندك كحة عالجها، بطل سجاير، عندك إمساك مزمن عالجه، بتشيل تقيل لا غير شوية نمط شغلك، ما تشيلش تقيل تخيل خس. زي ما قلنا في بعض الأحيان لازم عملية اللي حضرتك ذكرتها ضمن الأسباب الأربعة. في فات إذا محرك قلت ضاغط مثلا على الأمعاء كذا أو كذا الانسداد اللي حضرتك قلت عليه والاختناق ده شبه الانسداد بالظبط ابن عمه على طول. دي لازم عملية حالا، مش لازم عملية بس، لازم عملية حالا لإنقاذ حياة، نعملها حالا، المريض ما يروحش بيته، اطلع من هنا على المستشفى. من ضمن بقى أبرز المشكلات اللي موجودة في نسب وقطاعات كبيرة وكثيرة، قول كل حاجة السمنة. وفي ناس بتنوي وتخس، واعتقد ان هي لو الراجل اللي بيجي في رمضان في ام بي سي اكشن اللي هو الجرافيك ده التخين اللي شكله لذيذ ده خس هم مش هيخسوا يعني. في ام بي سي مصر مش ام بي سي اكشن. يعني لو هو خس اعتقد هم مش هيخسوا اصلا، هو ناوي يخس. وبالمناسبه يمكن يكون انا من ضمن الناس ديت اللي هو يوم ما بين ويعمل رجيم بيكسره في اول يوم تقريبا. يعني هو لو مش ناوي ممكن ما ياخدش باله، لكن طالما حط في دماغه انه لازم يقلل في الاكل بيبدا يجوع وهكذا ويبدا بقى اللي حواليه يعملوا له اكل حلو بالضبط كده. بتلاقي المغريات كتيره جدا اللي هي جروب هنبدا رجيم يوم السبت بالضبط. ففي بعض الناس لما بيكون عندها موضوع السمنه اوفر او كتير شويه بيضطر لعمليات شفط الدهون. الحل ده يا دكتور كويس ولا خطير؟ لان برضو في بعض الاثناء بيتم الكلام على ان مثل هذه العمليات قد تكون خطيره، قد تفضي الى الوفاه الى غير ذلك يعني، او تؤدي الى الوفاه. بمنطقيه بقى بعيدا عن التهويل يعني وهكذا. تمام. خلينا نتكلم كلام طب بقى، حضرتك هتفضل الوقت وتقول لنا ده حل كويس، حل مناسب ولا خطير ولا مش مع كل الحالات؟ بالظبط، مش مع كل الحالات، وهو مش بديل برضو عشان نبقى متفقين. شفط الدهون ليس بديل عن عمليات السمنة. ليه؟ في واحد تلاقيه كله تخين، كل جسمه تخين، بطنه وصدره ودراعاته ورجليه ووشه ورقبته كل حاجة، ده ما ينفعش نشفطله. نشفطله ايه ولا ايه؟ مش هينفع. وبعدين ده عنده دهون داخلية كمان، مش دهون، احنا الدهون اللي بنشفطها بتبقى تحت الجلد بس، ما بنشفطش دهون من جوه الجسم، تبقى تحت الجلد على طول مباشرة. انما اللي هو عنده سمنة عامة ده ملوش حل. برضه اقول حاجه، يبدا دايت الاول، مش لازم عمليه، جايز يخس. في حل على فكره. بيبدا دايت وربنا يسهل، لو خس يبقى كويس قوي، يبقى تجنب العمليه ومخاطرها ومشاكلها. طب ما نفعش او فشل في الدايت، لا ساعتها ممكن يعمل عمليه من عمليات السمنه اللي هي تكميم المعده او تحويل المسار. تكميم المعده خطيره يا دكتور؟ مفيش عمليه في الدنيا زيرو مخاطر. زيرو مخاطر. بس في عمليه امنه بنسبة كبيرة وفي عملية أمانها قليل. تكميم المعدة من أنهي العمليات؟ من العمليات الأمينة بنسبة كبيرة. طب بيسمع في بعض الأحيان إن في حالات ربنا توفاها في نتيجة تكميم المعدة. طب ما أنا أجاوبت قلت إن مفيش عملية أمينة 100%. إحنا في أمان 98%، في 2% بيحصلوا مشاكل. هو أنا أسأله هنا قصدي، هل ده بقى مرتبط بالعملية ذاتها ولا ممكن يكون في حاجات تانية زي حضرتك تفضلت وقلت؟ عوامل كتيرة برضو. مرتبط بالعملية، بالشخص، بالأدوات، بالجراح، بالمستشفى. ليها عوامل كتيرة. لازم العوامل دي كلها تجتمع انها تطلع منتج كويس. لو العوامل ديت في منها عامل او اتنين حصل فيه ديفكت او عيب، قد المنتج دوت يحصل له مشاكل، سواء بمضاعفات او الاكثر خطورة طبعا زي ما حضرتك قلت. فلذلك احنا مش بنلجأ لها غير لما يكون مريض بالفعل محتاجها. في قاعدة في الجراحة، يا دكتور ما تعملش العملية الا اذا كان المريض فعلا محتاجها. لكن لو محتاجه من باب الرفاهيه وانه شكله مش حلو، ده ما يعتبرش احتياج. يعني قد تكون الشكل مش حلو ده مأثر على نفسيته وعلى حياته وعلى استقراره وعلى شغله. غير ان السمنه اصلا مرض يعني. صحيح. بتعريف الطب السمنه ده مرض خلاص بقى، تعريف بالذات السمنه المفرطه اللي هي فوق 40، اللي هو معدل كتله الجسم فوق 40، ده بقى مرض خلاص. ده معرف على ان هو مرض، مش حاجه رفاهيه خالص. فبالتالي ده نعمل له عمليه احدى عمليات السمنه. طب لو واحد عنده، نخش بقى في الشفط، لو واحد عنده سمنه موضعيه، يعني ايه مثلا؟ صدره، مناطق معينه، مناطق بالظبط، جنابه. في بعض الرجاله طبعا هي السمنه شكل تفاحه، والستات بيقولوا سمنه الكمثرى. دي بقى بس بشكل يعني بيضايق، يعني شكل ملفت قوي. انا مش بتكلم في الشق التجميلي، انا مش طبيب تجميل، بس انا بتكلم في الشق الوظيفي. واحد عنده صدره مترهل مضايقه، مش عارف يلبس تيشيرتات،
مش عارف يروح البحر، قاعد في بيته متضايق مكسوف من نفسه. ده بنعمله شفط موضع، هو نفسه مش تخين قوي. والاولاد بقى عندنا في مصر ما لهمش حل يعني في التنمر في هذه الجزئيه تحديدا، ممكن يبقى اولاده يتنمروا عليه ولا كمان يعني. التنمر في كل حته يعني. يمكن الزوج لزوجته على زوجه يتنمر عليه ولا عكس. صحيح. فبالتالي ده بنحل له مشكله اجتماعيه مهمه زي ما حضرتك بتقول، مشكله اجتماعيه كبيره قد تؤدي بمشكله في الاسره نفسها. صحيح. فده بنحلها له عن طريق ان انا احل له المشكله دي تحديدا، اشفط له الحته اللي هي مضايقاه الملفخه دي. هو بشكل عام، انا دكتور انا مش متضايق من تخن، انا مش تخين، انا بس صدري متراحل. يبقى اشفط لك صدرك. انا جنابي يا دكتور اوص اكتر حاجه مضايقاني. ايه؟ اشفط له جنابه. السيدات الارداف دي اشهر مكلفه عمليات الشفط يا دكتور. فالمتوسط برضو مش بتكلم على اعلى حاجه بالنسبه للمستشفى، على انا عارف حاجات تفرق. فالمتوسط مكلفه هي المشكله ان بيعتبروها عمليات تجميل. فعمليات التجميل بنسبه ما مكلفه، تمام، بس هي الحقيقه دلوقتي انتشرت وبقت كتيره وناس كتير بيعملوها، فبالتالي بقت اسعارها اقل بكتير من الاول، يعني قلت عن الاول قياسا باللي المريض بيتحول له تعتبر مش مكلفه. قياسا بالفايده اللي بياخدها المريض تعتبر مش مكلفه. طيب يعني تعتبر معقوله جدا. متوسط التكلفه كام تقريبا؟ يعني انا عارف سؤال قد يكون غريب شويه وغير متوقع، بس في ناس كتير بتهتم بالحاجات دي. هو اصل الموضوع بيفرق طبعا من مكان لمكان ودكتور لدكتور، وهشفط ايه ولا هعمل ايه. يعني شفط الصدر غير شفط البطن غير شفط الاجناب غير شفط الارداف، الشفط التجميلي غير الشفط العلاجي. يعني كل دي حاجات عوامل بتؤثر في الرقم. الالات اللي هستخدمها، المستشفى اللي هروحها، في مستشفيات متوسطة الحال، في مستشفيات فندقية قوي، خدمة فندقية عالية، في مريض محتاج رعاية معينة بعد العملية، في مريض لا شاب وصحته كويسة هيعمل عملية ويروح بعد كام ساعة. كل ده بيفرق في التكلفة الكلية للعملية. جراحات الكبد ربنا يسلمنا جميعا يا رب. يا رب آمين. وناس كتيرة عانت من الكبد لفترات طويلة طبعا نتيجة يعني لا يخفى على شريف علمكم والسادة المشاهدين، في فترة ما تستشعر ان فيروس سي كان موجود يعني بشكل صعب جدا. ده حقيقي. ما كانتش المشكلة فيه في حد ذاته، قد طبعا ما المشكلة، وان كان ما صحش انا اقول كده في وجهة معالي الاستاذ الدكتور، لكن يعني اعتقد من المعلومات الشائعة يعني ان هو مع مرور الوقت كان بيعمل مشاكل تانية بتوصل لا قدر الله لامور مش تمام يعني. ده حقيقي. لا دي معلومة صحيحة. طيب جراحات الكبد ايه اخبارها؟ الأسباب اللي بتوصل لكده دلوقتي، البدائل، هل الجراحة في حد ذاتها بديل ولا أحيانا بتكون لا هو ما فيش غير كده هو ده الحل الوحيد؟ لا ليها بدائل، ودي حاجة على فكرة. جراحات الكبد بقى ده موضوع كبير بقى. ده موضوع كبير ومهم. بمناسبة اللي حضرتك بتقول فيروس سي والتليف عند المصريين، طبعا هو ده حقيقي. مصر كانت الفيروس سي كان من أمراض المتوطنة في مصر، بس الحقيقة بعد حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، الحقيقة يعني حصل تغيير جذري في خريطة فيروس سي في مصر. سي في مصر تقريبا بقى شبه معدوم أو معدوم فعليا يعني. تغيير جذري في مصر، كانت دولة عليها نقطة حمراء كده. دلوقتي لا، الحقيقة يعني بفضل الله يعني الحمد لله فيروس سي يكاد يكون بينتهي من مصر. صحيح. بس هو للاسف ان المضاعفات وجراحات الكبد مش بنعملها الفيروس. الفيروس ده بيعمل تليف، ده عاوز علاج او عاوز زراعه كبد. انما جراحات الكبد احنا بنتكلم في ايه؟ ورم مثلا في الكبد. كبد عضو زي اي عضو، بيجي فيه اورام. هل في اسباب يا دكتور واضحه ولا عادي ممكن يجي الورم بدون سبب بالنسبه لنا؟ يعني ممكن يكون سبب تخصصي احنا مش عارفينه، بس انا كحد عادي انا مش شايفه سبب او معرفش احتاط منه. في اسباب واضحه واحب يعني اعرف الناس بيها ونعمل توعيه من خلال البرنامج ده، هتبقى مهمه جدا 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 في الوقت ده. الا وهي مريض فيروس سي خد علاجه ربنا كرمه وخف وبقى زي الفل، بس هو عنده شويه تليف كده بسبب وجود الفيروس بالضبط. قبل ما ياخد العلاج بالضبط. المريض ده معرض بشكل كبير انه يجيله ورم في الكبد. للاسف المريض ده مش ما يكتفيش بان هو خد علاج وخف. مرضى كتير يجوا لي انا خدت علاج وخفيت يا دكتور خلاص انا مش هتابع ولا اعمل. غلط، اكبر غلط. خدت علاج وخفيت الحمد لله على سلامتك، تابع، لان وجود التليف احد الاسباب القويه لظهور اورام في الكبد. طب اعمل ايه؟ انا خلاص صدقتك، اعمل ايه حضرتك؟ من 3 ل 6 شهور تتابع،
ما تزودش عن 6 ومش اقل من 3، يعني قبل 3 ما تروحش، بس ما بين 3 و6 شهور كده تعدي على الدكتور، هيعمل لك حاجتين: سونار، اشعه تلفزيونيه على الكبد يطمن ان مفيش اورام، ويعمل لك تحليل وظائف كبد ودلالات اورام. يعني تحليل واشعه كل 6 اشهر يعملهم. ليه؟ عشان لو لقى حاجه في الكبد يكتشفها بدري بشكل ودي من اكتر الحاجات اللي اكتشفها بدري بالظبط بيفرق. تعالى قلت بدائل للجراحه، بدائل للجراحه كتير، لقيت ورم صغير لا قدر الله يعني 6 سنتي او 2 سنتي في الكبد، بعمل له كي، بعمل له حرق، بحقنه، الحقن بطل، بنكويه على طول. وبيكويه دكتور اشعه مش جراح ومش بعمليه، الابره كده بتخش ببنج موضعي في جلسه ربع ساعه، حل بسيط خالص يعني، اتحرق الورم انت خفيت. حلو قوي. طيب الورم طلع اكتشفناه اكبر شويه 7 سنتي 6 سنتي، لا ده ما ينفعلوش كي ولا حرق، بنروح للجراح، الجراح يعمله استئصال. ممكن استئصاله في الوقت ده سواء بالجراحه او بالمنظار كمان. متخيل مريض عنده ورم شاله باربع فتحات كل فتحه سنتي وطلعناه، احسن ما يجي لي بورم كبير 10 سنتي بقى ولا ورمين في حدتين مختلفتين. للاسف ده ما بينفعوش الكي ولا الجراحة، وده قد يحتاج لزراعة كبد. شوف الوقت فرق قد إيه، فرق من واحد قاعد جلسة ربع ساعة حط إبرة حرق من واحد بندور له على زراعة كبد. هو الورم ممكن لا قدر الله يتحول من سنت لعشر سنت في وقت قد إيه تقريبا؟ وقت زمن قد إيه يعني؟ ملوش زمن معين، بس يعني زي ما أنا قلت المتابعة من 3 لـ6 شهور، فبالتالي إحنا كحد أقصى 6 شهور، ممكن يزيد في 6 شهور، يعني الورم ابو سنتي ممكن يتحول 2 سنتي مثلا او 3 سنتي في 6 شهور. وبالتالي ده قليل يعني، قليل في ظل انشغالات الحياه ممكن لا قدر الله ما ياخدش باله يعني، قليل بالظبط. واحد مثلا خد علاج وساب نفسه 2-3 سنين واتشغل والدنيا وشغلته وانا كويس، راح لقى عنده ورم 5 سنتي مشكله. ما بيتمش يا دكتور الشعور بالحاجات ديت بشكل مبدئي؟ ما بيحسش بشعور معين خاص بال؟ للاسف لا، ده ورم جوه الكبد الداخلي كده بيكبر وبيتوحش لوحده وبينهش في الكبد من غير ما المريض يحس، من غير ما يكتشف ده خالص، ولو اكتشفه بيكتشفه متاخر ما بيكتشفوش بدري. الدور الاساسي للاكتشاف هو المتابعه، صح، كل 3 لـ6 شهور حضرتك خفيت الحمد لله على سلامتك مبروك، تابع مع دكتورك من 3 لـ6 شهور باشعه بدلالات اورام عشان يكتشف بدري ونحل لك المشكله بدري بدري. الاشعه التلفزيونيه غير كافيه في اكتشافه؟ ما انا بقول لحضرتك اشعه تلفزيونيه، انا بقول لوحدها بس؟ لا لوحدها لا. يعني احنا بنحوط الموضوع من كل جواب. لو حد ماشي مع دكتور بطنه وهو مفهمه وكده بالاشعه التلفزيونيه الامور تمام، ده ما اعتبرش تمام، ده يعني لسه ناقص حته زي ما احنا بنقول. بالظبط، هو الدكتور بيجي يعمل له الاشعه سواء هو عملها له في العياده او بعته مركز اشعه عملها، وهو خارج كده بيكتب له في الروشته تحليل دلالات اورام. خد التحليل ده اعمله هاتولي معاك المره الجايه. مكلف؟ لا رخيص، لان البعض هو انا بتعمل اسال في التكاليف تحديدا يا دكتور، لان لا يخفى على شرف علم حضرتك في ناس بتبقى العقبات بالنسبه لهم ماديه يعني. فاحيانا يقول لك يا عم سيبها يا عم الله بقى وخلاص، واللي هنشوفه هو نصرف كل يوم فين وكلام من ده. احيانا بيتشجع لما يحس ان التكاليف بسيطه خلاص احسن يعني، لما هنشجعه قوي. التحليل مش مكلف قوي، اظن 70-80 جنيه. طب كلام تعبان، 100 جنيه في احسن المعامل. الاشعه التلفزيونيه بتتعمل في الحكومه باسعار اظن رياضيه بقت طبيعيه جدا عند اي دكتور بيكشف، وبتعمل مجاني كمان في الحالات الاجتماعيه الخاصه، وعند اي دكتور بيكشف زي ما حضرتك بتقول. لا يعني هنقول لو حط 200 جنيه كل 6 اشهر يطمن على صحته ويامن أحسن نفسه، احسن ما يوصل بيه الحال اللي عايز بالظبط، يامن نفسه من حاجه كبيره قوي. للاسف لما بتيجي للناس احنا بنبقى زعلانين قوي عليهم. طيب زراعه الكبد يعني ربنا يعني ما يكتبهاش على حد يعني، امين يا رب، والدكاتره الجراحين يسترزقوا من حاجات تانية. والله بص هو احنا مره بقى افتاء مفيش مشكله. هو انا بعتبر احنا مش بنسترزق من امراض الناس، احنا بنسترزق من علاج الناس. الله يا دكتور، ودي حاجه يعني بتخليني راضي كده عن شغلي. الحمد لله بفضل الله طبعا، يعني علاج الناس باذن ربنا، بس احيانا بيكون ده هو الحل وحالا بينقذ حد بني ادم. بالظبط، مش كده بقول لك من علاج الناس. زراعه الكبد موضوع مهم طبعا، مهم جدا جدا. نسب النجاح
الشروط بان دوما كنت بسمع كده ان الموضوع صعب واحيانا اصلا على ما بيتم التحضير بيكون كده. اه طيب ايه الدنيا دلوقتي وصلنا ليه؟ في جديد؟ في تطور؟ هو كل يوم في تطور في زراعه الكبد طبعا، بس لحد فين بقى اللي هو التطور اللي احنا نحسه ان الموضوع بقى سهل ولا برضو لسه ما زلنا في؟ طيب خلينا نتفق على حاجه. اتفضل. ان زراعه الكبد لما فريق زراعه الكبد يقرر ان المريض ده محتاج زراعه، اذا هو ملوش حل تاني. ليس لو زي ما قلت لك كده النوع الاول من العمليات، انت مالكش حل غير العمليه. مالوش حل، يا تزرع يا اما مصيرك للاسف مش كويس. هل في بعض الحالات ما ينفعش تزرع لها؟ للاسف في حالات بتكون تخطط مرحله الزرع. تخطط مرحله الزرع، تخطط امكانيه الزرع. المريض تدهور قوي وحالته ساءت قوي واورام انتشرت عموما بقى الجسم عموما ما عادش متقبل بكل يعني من جوانب كتيره، من جوانب المرض ومن جوانب الشخص نفسه او المريض. طب اكبر العقبات اللي ممكن تواجه موضوع الزرع في حاله امكانيه الزرع، يعني هو مثلا ما تخطاش المرحله بس في عقبات ممكن تقابل الشخص ده؟ المتبرع. علشان شفت الاجابه واضحه ازاي وقاطعه. المتبرع. زراعه الكبد في مصر اسمها زراعه فص كبد من متبرع حي، يعني الشخص المريض ده بنشيله الكبد بتاعه كله نرميه وبناخد فص من شخص سليم 100% نحطه نزرعه فيه سليم 100% فيما يخص الكبد، يعني كل حاجة مش بس الكبد، كل حاجة، كبد وقلب ورئة وكلى ونفسيا حتى. انا بعالج في جملة مهمة جدا في الطب، احب منشط كده، نحن نعالج مريض ولا نعالج مرض. نعالج مريض كامل ولا نعالج مرض. انا عملت لك العمليه ونجحت بس هو القلب وقف، معلش ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ ضريته. يبقى انا بعالج مريض كامل. المتبرع ده في اللحظه اللي قرر فيها يتبرع للشخص وخد تحليل بقى اسمه مريض خلاص، لازم احافظ على امانه وسلامته ونجاح عمليه بالنسبه له. وبالتالي لو عنده مشكله في القلب، مشكله في السكر، مشكله في الضغط، مشكله نفسيه، بقول لحضرتك لو مشكله نفسيه مش متقبل الزرع ما ينفعش، مش متقبل التبرع. لذلك وجود متبرع بالمواصفات دي مش سهل. واكيد طبعا في، بما ان حضرتك تفضلت وقلت كده، اكيد برضو عامل السن بيكون ليه طبعا دور مهم، على اعتبار ان امراض الشيخوخه بقى في المراحل المتقدمه وخلافه. ده حقيقي، كل ما تكبر كل ما تبقى عرضه للضغط، للسكر، للقلب، للكبد. للكبد بقى فيه دهون، يعني حتى الكبد، او انا مش مريض ولا حاجه بس انا تخنت شويه فبقى فيه دهون في الكبد. صعب اتبرع بنسبه معينه من دهون الكبد. وجود نسبه معينه مش هينفع اتبرع قد الفص ده للشخص المريض. مجملا نجاح زراعه الكبد، النسب دلوقتي لحد ايه، او نقدر نقول تصنيفها، هل هي من العمليات الامنه اللي صارت امنه على الشخصين ولا لا ما وصلناش لسه المرحله ديت، ولا الدنيا فيها ايه؟ كويس قوي. نسب امان عمليه زراعه الكبد للمتبرع اكتر من 98%. المتبرع، للمتبرع مش مقبول اصلا هي المتبرع ده يعني مش مضطر يعمل عمليه. لو انا لقيت امانه 70% لا معلش شكرا مش هتعمل، نشكر نيتك انك نويت تتبرع بس انت مش هينفع امان ليك. فبالتالي احنا ما بنوافقش على متبرع بنسب نجاح اقل من 98% واكتر، و99%. طب الشخص الاخر، الشخص الاخر ده ملوش بديل، انت لازم تزرع، مالكش حل. نفعت ما نفعتش بقى بالظبط، مفيش غير كده. فنسب نجاحه بتكون اقل شويه، بتكون ما بين 80-90%. بس نسبه كويسه، نسبه معقوله جدا. هل بيقدر يعيش بعد كده بشكل طبيعي ولا زي ما البعض بيقول يا عم هو خلاص اللي راح وبيقعد يخبط شويه وخلاص؟ يعني بيتقال الكلام ده؟ بيعيش بشكل شبه طبيعي. شبه، اولا بيعيش بصوره احسن من اللي كان عايش بيها مبدئيا. تمام اللي هو وصل لها، اللي هو دخل عليها العمليه. طيب هو ايه مشاكله؟ هو كان مريض كبد اتحول لمريض مناعة بعد ما بقى مريض كبد. بقى مريض مناعة. يعني ايه برضو مريض مناعة؟ انا لما بجيب فص من شخص واحطه في الانسان ده بيبدأ الجسم يهاجمه كعادة اي حاجة حاجة غريبة. بالظبط، جسم الانسان بيهاجم اي حاجة غريبة عنه، فانا بديله ادوية تقلل المناعة شوية تظبطها، وبالتالي ده بيأثر على المناعة بشكل عام. لا نقدم طب بقى ان شاء الله قريب. ده انت ما شاء الله عليك. والله ما شاء الله عليك. بس برضو عشان برضو نقول كلام حلو يبسط الناس، وهو حقيقي طبعا مش بنقول كلام كده، ان المناعة بتبدأ تهدى مع الوقت، يعني بيبدأ الجسم يتقبل بقى العضو الجديد ده
بعد من 3 شهور لسنة، فبنبدأ نقلل أدوية المناعة للحد الأدنى ليها، ما بتتوقفش نهائي بس بنقللها للحد الأدنى ليها بشكل تدريجي يعني. لا بشكل إيه؟ الإنسان بيبقى شبه طبيعي خالص. يعني من أكتر التحديات اللي واجهت مستقبلي فص الكبد في السنتين اللي فاتوا الكورونا. الكورونا دي كان دايما لو نسمع بقى ساعة ما كانت في أوجها وقمتها، فضل الله انحصرت بنسبة كبيرة دلوقتي، بيقول لك ايه الكورونا دي اللي مناعته ضعيفة بتعمل له مضاعفات، اللي مناعته كويسة ده بيعدي منها كويس. فاحنا كنا خايفين على مين اللي مناعتهم ضعيفة؟ اللي هم لسه حبايبنا اللي لسه زارعين دول. بفضل الله اللي كانوا زارعين من مدد سنة سنتين ثلاثة ومصابطات المناعة خفيفة معاهم، بفضل الله ما جالهمش، واللي جالوا عدى منها بهدوء وبسلام وما حصلش يعني نسب مشاكل كبيرة لمرضى زراعة الكبد من الكورونا. فده معناه، وده كان أكبر تحدي لمناعتهم على فكرة، ده معناه إن الحمد لله بعد مدة مريض بعد ما يزرع بسنة واثنين وثلاثة، لا ده بيبقى شخص يعني شبه طبيعي، تقريبا شبه طبيعي بنسبة 90% من طبيعي، منهم اللي رجع شغله، منهم اللي اتجوز، منهم اللي رجع لنشاطه بقى واحد كبير على المعاش مثلا، رجع الحاجات اللي لحاجاته بقى اللي بيعملها. دكتور محمود انا بشكرك، يعني ختام جميل كله امل، تحياتي لحضرتك. يعني بعتذر لك لو احنا احضرنا جزء من وقت حضرتك، لكن الفايده العامه كانت كبيره بالنسبه للمشاهدين اللي بيتابعوا حضرتك. انا اللي بشكرك وبشكرك يعني انا بشكرك من اعماق قلبي وقلبي، وارجو من الله ان اجعله في ميزان حسناتك. هذه النصائح المهمه جدا جدا، على المستوى الشخصي تعلمت كتير جدا جدا واستفدت كثيرا كثيرا من هذه الحلقه الماتعه حقيقي، من المرات القليله جدا في برنامج القضيه للمخرج يقول لي فيها كم مره يلا شاعر الوقت عدى، وابقى مش عايز اختم باخلاص والله، كامل الحب والعرفان والتقدير والامتنان لمعالي الاستاذ الدكتور محمود طلعت استشاري جراحة المرارة والكبد، وأرجو من الله في عليائه أن يوفقنا في مرات أخرى لإجراء حلقات ومقابلات معه إذا سمح وقته بذلك. شكرا دكتور. شكرا يا فندم. أنا أتقلب مني لحضرتك. شكرا جزيلا الشكر. شكرا جدا جدا وصحتك. شكرا عظيم الشكر. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل المعتز مسعود ولكل الرفاق، أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم لا مانع من متابعة ولو كانت نصف ثانوية كما تفضل أستاذ الدكتور محمود، وهو تفضل طبعا للأمانة قال من 3 إلى 6 شهور يعني وبعدين هو طمننا من النواحي المادية الموضوع لم يعد مرهقا، 200 جنيه لو كل 5 شهور أو حاجة مش كتار على صحتك علشان ما توصلش لمراحل مش كويسة. كان من الحب والتقدير مرة أخرى للأمانة لمست الكلام مع الأستاذ الدكتور محمود أنه هو دوما بيقدم النصيحة وبدائل العمليات قبل الوصول للعمليات، يعني حينما استهل الحلقة في بدايتها علشان ما نوصلش للمرارة خد بالك من كذا 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 كذا، بداية من السمنة وخلافها، برضو لما جينا نتكلم عن الكبد علشان ما نوصلش لمرحلة كذا خد بالك من كذا 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 كذا، فللأمانة كان أمينا إلى حجم لا منتهى لحجمه. بشكر مرة تانية باسمه وباسمكم، لأن نلقاكم أيها السادة مرة أخرى، دمتم للقلب قلب رق المنى محمد الشاعر وحيوكم، لن نلقاكم في القضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.